ديما المدينة العتيقة راهو الجو في رمضان ما نجم يكون كان في المدينة العتيقة راهو جو عائلي بحت. L'ambiance ici, c'est formidable. Il y a du monde partout. On sent les gens sont gais, sont joyeux, sont contents d'être ensemble. ريحة رمضان ديما في المدينة. الحقيقة المدينة العربية هي مسمية على رمضان. ما تنجمش تشيخ كان في المدينة العربية. ترمي الفوشيك ولا صراحة بصراحة. والله عامل التالي هي ما طولت بدلت برشا حاجات. هيا بعدين. L'ambiance ici c'est formidable. Il y a du monde partout. On sent les gens sont gais, sont joyeux, sont contents d'être ensemble et de fêter. On sent vraiment. Nous c'est la première journée qu'on est à Tunis. On vient d'arriver à Tunis. On vient du Canada. Alors on voulait venir ce soir. On voulait aller à la terrasse, mais là c'était fermé. Alors on viendra demain. Et oui oui c'est c'est très, très agréable. Oui, oui, on aime bien. Vraiment beaucoup d'excitation dans l'air. C'est. On s'en va par là. Oui, oui. C'est assez exceptionnel. Vraiment. Oui. Belle ambiance. Merci. 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 وين الناس كل تتلم وين الناس كل تخرج اكثر الناس خارجين ورايا من الجامعه الناس ماشيين للقهاوي الناس ماشيين يشربوا معناتها جو عائلي بحت وصغيرات وكبار تبارك الله توا ولات الناس كل تجي من بلايص الكل مع الترانسبور الموجود ولات الناس كل تهبط بلاد العرب. شنو الحاجه سبيسيال فيها المدينه؟ روح نتاعها تاريخها الارشيتكتور نتاعها معناتها وين تمشي فما تاريخ مش اي بلاصه معناتها تحس الناس الكبار المتعدين الناس قاعدين في القهاوي الناس حاطين مشموم الناس تعمل في كويستي تسمع تتعدى بحد القهاوي تسمع المالوف تسمع هذا الكل معناتها جو وين جو رمضان هذاك هو جو رمضان راه ماهوش المودرن جو رمضان هو نتاعنا هذا في المدينه ما تبدلش الجو في المدينه ما تبدلش سي مالوغوزمون تبدل شويه ولات فما ما نجمش نقول مخلطه ما ولات معناتها الناس تهبط من بلايص الكل ولات فما شويه عرك شويه صغيرات اللي هما يجيو من بلايص الكل هذيك اللي هي اللي قاعدين اما تقعد ديما المدينه العرب معناتها هي ديما ريحه رمضان في المدينه لا ريحه رمضان ديما في المدينه الحقيقه انا واحد من الناس هذا المدينه العربيه هي مسميه على رمضان ما تنجمش تشيخ كان في المدينه العرب تعمل في دوره كل ليله تهبط مخصوصا نجي هنا ونعدي نخدم في تونس دونك او كل ليله نعدي في رمضان كل ليله في بلاصه كل ليله اكتشاف جديد درت على قهوي الكل مال مازلت عاد مازلنا خمسه ايام مازلنا ما درتهاش الكل شويه 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 ناوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شنو كلمه الختام تاعك كلمه الختام ان شاء الله ربي جريها على صلاح في البلاد هذيا وان شاء الله مع تحن الناس كلها على بعضها وان شاء الله ترقح الدنيا على خاطر تونس راهو باهيه وتونس راهو قد ما ما نحبش نقولها كل كلمه تاع النهب وكسترا ترجع راهو بولادها وما كيما قال بورقيبه راهو البلاد هذيا راهو يهلكوها كان ولادها وما يخرجوها كان ولادها ما حتى حد اخر فما كان ولادها نجموا يخرجوه وبقدره ربي باش تخرج منها نخرجوا منها ان شاء الله عايشك السلام شنو جو المدينه والله ما يصحاف لك تشوف معناها عاديه تسم مش كيما رمضان قبل معناها خاطر نحن مستنسين نبتوا في الشهر الثاني في الشهر الثاني بتاع رمضان هي تبدا حافله ما توك تشوف فيها عاديه على الاخر كيما كل يوم فما برشا عبيد والله انت تشوفيهم برشا مش عادية عادية على الاخر علاش تهبط للمدينة انت؟ والله نهبط نبدل في الجو يا اخي توا انا من سيدي حسين ونعرفوها البلاصة هذيك انا نركب الواحد في الحومة واحد يجي لهنا يبدل الجو شوي يدور يعمل ضحكة مع الاصحاب وكل شيء هذيك تعملوا قهيوة والله قهيوة ساعات المكثرين نجوا لهنا نتساكوا ونراو ترمي الفوشيك ولا بصراحة والله عامل التالي هي ما طولت بدلت برشا حاجات بالك من بعد يهبطوك في ايه هيا بعدين كيف رميتها انت هذه؟ ليه هاك تشوف يداي في جيبي رميوها اصحابك اللي معاك ياي باس معناها انتم ما ترشقوا في الفوشيك لا مانيش تبعهم يعني يا اخي هما يعملوا انا معناها نعمل مش كيف صحيح صحابي اما معناها مش في كل شيء معناها نتشاركوا كلمة الختام تاعك كيف ايه؟ شنو كلمة الختام؟ والله كلمة الختام تاعي إن شاء الله ربي يهدينا ونرجع نصلوا في رمضان ويهدي كمل التراويح ومعناه
واحد يهدي ربي على خاطرك تشوف معاصي كثرت في البلاد. ضارب امك بس حنا لدينار وتحكي على المعاصي. فهمت كيفاه؟ وان شاء الله ربي يرحمنا وكا.